مشاهدينا لنكفي مشوارنا معكم ضمن البرنامج الصباحي صباح اليوم يلي بيستمر لغاية الساعة 10:30 اليوم وكل يوم. نحن على أبواب صيف بطبيعة الحال بغض النظر عن الأحوال الجوية المتقلبة بهالأسبوعين، ولكن ختاما رح ننزل على البسينات، رح ننزل على البحر، ودايما مع هيك أول ما بتبلش تطلع الشمس بصير في مثل ألارم براسنا بيعمل هيك بابو 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 إنه لازم نظبط حالنا، لازم نظبط جسمنا، نهتم باللوك تبعنا خاصة على أبواب الصيفية. رح نحكي كل التفاصيل مع يحيى خليل الأخصائي بالطب الرياضي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. متى لازم نعمل بابو بابو بابو؟ هو لازم من قبل، بس انه هلا بنضل نلحق حالنا، بدي لحق حاله في لحق حاله هلا. يعني لما بنقول انه الشواطئ بانتظارنا، ايه هلا هيدا الالارم، يعني هلا هيدا الالارم كله خلص على البحر، كله بده يسافر، كله بده يظبط جسمه. اكيد. سو بهيدا الوقت لازم نبلش، اذا ما بلشنا من شي شهرين لازم هلا هلا نبلش بنلحق حالنا. بس ايه. هلا بنضل نلحق حالنا. اكيد. بس لما بقول انه هلا بدنا نبلش، هلا بدنا نبلش انتنسيف، يعني انه بدنا نبلش كل يوم نعمل سبور، يعني نلحق حالنا من كل الميلات، يعني مثل ما كنت عم تقول لي فول باكج. هيدي هي فول باكج. بدنا نبلش اول شيء بترتيب سكادجول الرياضه، بدنا نعمل سكادجول للاكل، بدنا نعمل سكادجول اذا بدنا ناخذ شوية سبلمنتس لتساعدنا. اوكي. سو بده يكون هيدي كلها تشين ماشي مع بعضها. سو بده يبلش الواحد كل يوم حسب هو شو بده، حسب قد ايه قادر، قد ايه قادر، قد ايه عنده وقت، وحسب جسمه شو البادي تايب تبعه، يعني ناصح ما عنده عضل بده يبني كتله عضليه. اوكي. بده يشد جسمه، يعني هيدي اتس ديبندينج على هو شو بده، ونحن بنحطه اون تراك. أوكي. بلش نقول له شو يساوي وشو يعمل كرمال يوصل بهالشهرين ثلاثة لقدام in a good shape مثل ما بيقولوا. وكمان في شغلة بدنا نذكر فيها مريات، انت بتعرفي انه ما بهمنا بس الشكل، كمان الصحة، ما هي الرياضة صحة. أكيد. أكيد. يعني اذا الانترنال تبعنا ضعيف بس متكلين على الشكل، هيدا شيء منه كتير صحي، بينما اذا الانترنال والاكسترنال منيح، يعني نحن هلا قلت شغله كثير مهمه انه بدنا ننتبه على الرياضه وعلى الاكل تبعنا. أكيد. لانه عاده يلي بيعمل رياضه بفكر انه واو انا هلا رحت حرقت مدري كم كالوري بقدر 100%. هل هيدا في يقول خطا شائع؟ ليك خطا شائع لقلك اللي بيجوا لعنا على الكلينيك وعلى البرايفت ستوديو بخبرونا انه مثلا عم نعمل كثير رياضه بس ما عم نضعف. طب تعالوا لنشوف، لنعمل assessment، بيطلع انه الرياضة عم تنعمل مزبوطة بس أوكي. الاكل عم بيكون غلط، او ايام بيكون الاكل عم بيكون مزبطينه والرياضة غلط. أوكي. بده يكون في بالانس بين الاثنين، لانه الاكل كتير مهم، الكالوريز قديه نحن، واكيد هذا بينعمل based on test. لما نعمل عنا body composition scan بيبين عنا جسم قديه بيحرق، نسبة الدهون، نسبة أوكي. العضل. سو هون السبيشاليست بقرر قد ايه لازم ياكل، قد ايه الكالوريز الكالوري انتيك تبعنا قد ايه لازم تكون، وقد ايه لازم ينعمل وقت للرياضه. انا بس بدي اعرف هل لازم ناكل قبل ما نروح على الرياضه؟ لانه اذا يعني صرت سامعه كذا نظريه انه اللي بياكل قبل ما يروح على الرياضه عم بيثبت، يعني عم بيحرق الاكل، عم يثبت أوكي. اللي لازم يثبت، واللي بياكل من بعد الرياضه او عم يبني كتله عضليه اسرع، واللي بياكل من بعد افضل. يعني فينا اعطيك اياها مثل ما هي. اول شيء الجسم كل 3 ساعات بحاجه لوجبه أوكي. ليحرق الجسم، وتس ديبندينج على كل جسم قد ايه نسبه الحرق عنده. اوكي. ثاني شيء ما في شيء اسمه قبل وبعد، هيدي تيوري قديمه. هلا كل شيء ليك بالطب عم يتطور، كل شيء بالرياضه عم يتطور، كل شيء بالقصص اللي بنشوفها السبلمنتس، كل شيء. سو توصلوا لدراسات بجامعات بامريكا وبكندا، ونحن بناخذ منهم هيدي القصص، انه الانسان مش قبل او بعد، اتس ديبندينج على الكالوريز اللي بياكلها. كميات السعرات الحراريه مثل ما بيقولوا. سو هون نحن بنقرر قد ايه لازم ناكل، بس قبل وبعد. هلا في كمان تيوري بتقول لك انه يفضل قبل التمرين ما ناكل كثير سكريات، لانه بيفرز جسمنا انسولين وبصير في خمول، ما بقعد عندنا طاقه للرياضه. ويفضل بعد التمرين انه نتناول وجبات اللي فيها نشويات، لانه الجسم بيكون كثير خسر، عمل ديبليشن من الكربوهيدرات ومن الجلايكوجين. أوكي.
تبع الجسم. So it's good to get a good meal of carbohydrates. اوكي. طيب يوم انت عم بتقول انه حسب تايب الجسم نحن بنشتغل. خليني اقول انه اذا اشخاص عاديين منهم يعني ما بدهم يخسروا وزن مثل ما قلت بدهم يشدوا جسمهم يبنوا كتلة عضلية الى أوكي. اخره. شو فينا نعمل؟ مزبوط. اوكي. اذا انسان نورمال بده يبني مثل ما قلتي بده يتبع ياكل كتير قصص فيها بروتينز هاي بروتين وبده يتكل على الفايبرز وبد اكيد بده يفوت نشويات لكن ما في هي الفكره مثل ما عم تقلي بحس انه الجسم بده شوي من كل شيء رح اقول لك ليه اول شيء البروتينات هن لبناء الانسجه العضليه النشويات الكربوهيدرات هي للانرجي سيستم يعني البرين تبعنا الدماغ والجسم بده فيول بده بنزين اللي هو الكربوهيدرات لنضل عندنا طاقه تلاقي اللي بيقطع نشويات بيقول لك تعبان وما قادر هيدا والفاتس لهيدا الناس ما كثير بتقول لك فات لا بدي ابعد عنه الفات حتى الجود فات والفات الطبيعي اللي بناكله من الاكل هو لبروديوسينج للهرمونز تبع جسمنا يعني الرجال افرازات الهرمونات تبع جسمه التستوستيرون بتيجي من الدهون والنسوان الاستروجين تبعهم وكل شيء برولاكتين استروجين تبع جسمهم بينفرز من الفاتس سو لما نلاقي في كتير نسوان بتقلك انا عاملني دايت كتير قوي بس البيريد عم تلخبط لانه ما عم تفوت دهون الدهون كتير مهمين هو معلومات لازم شوي ننتبه لانه أكيد. لازم ناكل من كل شيء بس ما نخبص نعرف شو ناكل أكيد. يعني واصلا مثل ما عم تقول أبازدو كالوري مثل ما قلنا هيدا اللي بدي اقوله اذا انت عم بتتابع هيدي السيده يعني عم تعرف شو عم تعطيها كالوريز عم تعرف شو عم تعطيها اكل واهم شيء بليز يعني يمشوا مزبوط مثل ما ينطلب منهم لانه اوقات بنخبص بنقول يي نحن شو اكلنا ما نحن ما عملنا شيء وبيطلع له للجسم شغله كمان هيدي هيك تب انه الجسم اذا انت ماشي بجمعه دايت يعني جمعه دايت انا بقول listen to your body مش انه دايت يعني والله بدي احرم حالي لا انه هاي جمعة الدايت انه انا مرتب اكلي وعم بعمل الرياضة بيطلع لي نهار فش خلقه اكيد اكل اللي بدي لانه هيدا نهار اذا فشيت خلقه جسمي ما بيعمل لهم لودينج ما بياخدهم وحتى نهار تاني اذا خبصت ما بياخدهم اذا خبصت ست ايام وانتبهت نهار ما حاستفيد صح فهمت علي؟ صح 100% في ناس انه لا انه انا بدي انتبه لاكلي بس انه مش انه خبص ست ايام وقالوا نهار انه انتبه لا اكيد لا طيب اليوم يحيى قد ايه لازم نعمل سبور؟ يعني هالشخص يلي بده يبني كتله عضليه يلي بده يشد جسمه قد ايه المفروض يعمل رياضه بالاسبوع؟ قد ايه وقتها يعني رح نعطي الافرج الافرج طبعا طبيعي ليكون حتى اذا في ناس ما كثير بتعمل تقدر تستوعب الموضوع الافرج هو 3 days in a week اوكي 3 days يعني نهار تمرين نهار ريكفري نهار تمرين نهار ريكفري يعني بتمرن نهار بريح بتمرن نهار بريح هو 3 ايام is more than enough واذا انا حسب اذا انا بدي اعمل fat burning بدي يكون تمريني بحدود الساعة اوكي اللي هو حيكون كارديو ويت تريننج اذا بدي يكون بس لبناء الانسجة العضلية وشد جسمي you need 30 minutes 30 دقيقة بتجمع. مش أكتر 30 دقيقة كتير منيح أوكي. وما بدنا أكتر من 30 دقيقة أوكي. طيب يلي بدون يخسروا وزن يلي هلأ نحن على أبواب الصيف وهلأ تذكرنا أنه بدنا نشيل هالعشرة كيلو يلي هن صادميننا 100% كيف بيكون التمرين؟ التمرين أول شيء بده يكون عبارة عن تظبيط للأكل قبل ما نقول تمرين والتمرين بده يكون بحدود الساعة بده ينقسم بين نص ساعة كارديو لنص ساعة ويت تريننج وبلس اللي بده يخسر وزن هلا نحن قلنا تما يفوت القطار صح يعني في وقت بده ينعطى لا نوصل لهيدي مش اللي بلشوا من قبل صار له مثلا 6 شهور لا يوصل لهيدي الفاز في ياخذ قصص مثل متممات غذائيه بتساعده انه يساعد انه يحرق اكثر او ينزل هالدهون بطريقه اسرع من جسمه سو هون بنقول بس بده يكون اكيد باشراف اخصائيين وناس بتعرف بهذا الدومين كرمال يكون عارف حاله ما يخبص هو لحاله يعني او انه ما يتكل على أكيد اصحابه يعني اكيد لانه التخبيص بيصير بضره ما بيفيده صحيح او ما بيستفيد بيعمل بلوك مين بتقدر تشوف النتيجه عليه اسرع الرجل ام المراه؟ بتعرفي سؤال قوي ليكي اكثر الرجال لقلك ليه وحسب العمر الرجال لانه اباز نحن عندنا
هرمون التستوستيرون اللي هو سريع لبناء دغري الانسجه العضليه. النسوان بيبنوا عضل بيقدروا بس بتكون البروسس شوي ابطا. اوكي. بس انه الرجال اكيد اسرع عم بيكون الريزلتس عليهم. هلا في بنات اتس ديبندينج كمان شو بدهم. في نسوان اللي بدها تعمل كتله عضليه بدها وقت تاخد وقت، بينما اللي بدها تخسر وزن وبس هيك تزبط جسمها لا مثل الرجال فيك تقولي فيها كمان غير تكون نتيجة سريعة. طيب اليوم يحيى نظرا لخبرتك قديش في أشخاص بتجي لعندكم محمسة بتمشي بهالنظام الغذائي بتعمل رياضة ولكن بتنفس بتختفي؟ اوكي قصدك يعني بتنفس يعني ما بتلاقي نتيجة؟ مش ما بتلاقي نتيجة، ما بيعود عندها الحماس. يعني هون احنا شغلتنا هيدي هي. يعني في ناس انقف بالرياضة انقف بالاكل، يعني هيدا قد ايه بيأذي كمان الجسم. نحن از كلينك مزبوط الابس والشت داون مأذية. نحن از كلينك الكيسز اللي بتوصل لعنا هي الناس اللي بتوصل لمحل بتعمل بلوك او ما بقعد عندها هيدي الموتيفيشن انه تكمل، بتقلك انا ما بقى عم بستفيد او بس اعمل بس وقف دغري بقشط. اول شيء بدنا نحكي انه العضله غبيه، بيقولوا المسل از فيري ستوبيد، بس توقفي لها بتنام، بس لما ترجع تبلش دغري عندها ميموار عندها ميموري دغري بترجع بتذكر بترجع بتقوى وبتتنشط. سو كرمال الناس اللي بيصير معها هيدي الفاز بدهم متابعه. يعني انا ما فيني اقول لك انه والله بعمل 6 اشهر رياضه وبريح سنتين خلص هول الست اشهر كفيلين انه هن يعملوا لي جسم. لا، في كونسيستنسي، في لايف ستايل بده ينمشى ببروتوكول ببروجرام ضلنا ماشيين فيه كرمال نحافظ على شكل الجسم. يعني اتس مينتنس. هيك انا لاست تايم اعطينا مثل بالحلقه هون انه اذا واحد بيروح بيخضع لعمليات شفط او طمتك او اللي بدك اياه ومن بعضهم ما بينتبه الدكتور بيقول له ايه بيرجع وبيعبوا بغير محلات. سو هيدي اذا بنلقطها من هيدي التيوري بنعرف انه الجسم بده مينتنانس وبده عطول الرياضه وبده متابعه. نحن لما نحطهم اون تراك وحكينا انه في قصص فينا ناخذها انجكتبل او قصص ستيمولنت للجسم بتساعد انه نسرع شوي البروسس ونحافظ، والقصص اللي بقى عم بتروح اللي هي ستابرن او قصص عم تضايقنا او عم تعذبنا خلص دايت ورياضه كثير بقى عم نستفيد، في قصص انجكتبل بتساعدنا لنوصل لهيدا الجول تبعنا. طب اخر سؤال يحيى قبل ما اختم. سألي قد ما بدك. في اشخاص ما عندها هالرغبه بالرياضه يعني اللي انا عم شوفها عندك. أوكي. يعني هالحماس وهالنشاط وبتحكي انه بشكل انه هيدا الشغف تبعك. مزبوط. في ناس تروح كانها مقاصصه. هل هالاشخاص عندي كثير هيك بيجوا كثير هيك بس كيف بس انا سؤالي انه قد ايه بتغيرهم؟ اوكي قد ايه مهم تغير لهم هالنظره؟ هي بدك تبلش بالبرين، بدك تبلش بالبرين قبل ما ينطبق. يعني بدك تفسري له للكلاينت او ما بدي اسميه بيشنت، بيشنت يعني مريض، لا بدنا نفسر له انه انت نعمل له بادي كومبوزيشن، نعمل له فحوصات، بيبقى عنده سكري كوليسترول وجاي حتى بتعملوا له فحوصات؟ نعمل نطلب له فحوصات لنشوفه لنعرف جسمه وين، قد ايه عنده دهون، حتى ببين اذا عنده عظيم الكبد لنشوف جسمه قد ايه بيحرق، بدنا نعرف كل شيء. سو لما نفرجيه انه انت واصل لمحل صحيا ببقى حتكون منيح، بلش يال عندك الجلايساميك اندكس مخزون السكر، بلش ال دي ال يعلى، بلش انزيمات الكبد الاس جي بي تي والاس جي او تي يعلو. سو انت وصلت لمحل كبدك تعب من الاكل والتخبيص، مش عم تحرك، ما عم تكسر دهون من جسمك. سو انت واصل عندك طريقين، يا تقعد بالمستشفى بعيد الشر يعني، يا بتجي بتعمل رياضة ويو افويد تو جو تو ذا هوسبيتال. سو شو بتختار؟ هون ببلش يوقع عنده مزبوط عم تشغل له الدماغ. ايه بلش يوقع الالارم انه لا انا بفضل انه بلش ستيب باي ستيب. واكيد بدنا نحمسه انه الرياضة حتفيدك حتظبط لك شكلك. اصلا بس يبلش يحس هو بالتغيير وبس يبلش يلمس النتيجه بايديه هو لحاله رح يكفي بالرياضه ومش حيقدر يوقف. اجباري اجباري اجباري. شكرا كثير لك يحيى خليل، شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، نتشكرك واهلا وسهلا فيك. شكرا.